ألف زرزة وشرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا حوار على ظهر الحمار. كل الحق الاستعمار، الاستحمار انت السادق. ايه راح الاستعمار وتركنا الاستحمار ولسه بتقلي مو مؤامرة؟ لك حتى هالمؤامرة كرهونا فيها مثل ما كرهونا بالأزمة. ثورة يا حمار، رجعنا على الاستحمار. ايه بس شو بدك بالحكي، كانت ايام كنا عايشين بفضل الفساد، دخيل رب الفساد. شو بدك بالحكي، حلو الفساد. ايه دمرنا هون بأوروبا بدون فساد؟ ايه هون مو مين من كان بيقدر يستفيد من الفساد. العمى عنا الفساد كان للجميع. إلا كان كنا عايشين، عن جد كنا عايشين. شو شايفك تمدمدت بمدح الفساد؟ إيه شو بدك أحلى من أنه تحل الشكليات بشوية مصريات؟ شوي تاني رح تخليني أبكي على اللي فات. إيه مو مشكلة طالما أنه كان مثير للإعجاب. تكركبنا كأنه، إيه ما في نفر ممكركب من عدا المثقفين. هدوليك عندهم دكاكين. صاير لما بدي شوف نفر عم يتوضى باللبن من عند التركي، شو هو اللبن؟ ايه من عند السوبر ماركت التركي، احمر ولا ازرق على حسب. حاكيني عن الفساد مشتاق. عن جد انت لشو بتشتاق باعتبارك نفر بالمنفر؟ بلا هالمقابلات الصحفية. لا مو مقابلة، لشو مشتاق؟ للفساد. روا افضح عرضه. شو روا فيه؟ اعتراف. اعتراف ايه اكبر اعتراف بالمصاري. كل شي بيصير، كل شي بحقه. شو ديته؟ اهم شي فساد. ايه حلو الفساد، ايه بس بيحسسك انك ما حصلت على شي بعرق جبينك، وبنفس الوقت بتحس انك حصلت على كل شي بعرق جبينك. ايه حسب من وين اجوك المصريات؟ من مصراطة. إرهابي وزي العيال من مصر أصدق. إيه الله لما كان في مصر وأهرامات. خوفه خفرع منقرع الثلاثي المرح. ما عم نقدر نتأقلم هون. الفساد هون غير مباشر، مو مؤمن يعني. ده ناس وناس. لا مع التفرقة فرق عملة. صار كيلو الخيار بالويل. إيه لك منيح في خيار هون، الخيارة بطول عصاية الأستاذ. شفت مشمشة هون، شفت مشمشة هون بقد الرمانة، وشفت رمانة بقد الجبسة. تعلمنا على المترو ونسينا الميكرو. شفنا مطارات أكتر من كل شيء شفناه من قبل بحياتنا، من مطارات بشي 5-6 مرات. رح مرق قدامك شوية صور مشان أفحص ذاكرتك الوطنية وشعورك القومي. هاد بياع فروج مشوي، أين يقع محله؟ بشارع العرب برلين. طيب وهي الصورة؟ هاد محل حلويات عربية، أين يقع؟ بلندن. طيب وهي الصورة؟ محل حلاوة جبن حموية، أين يقع؟ باريس. طيب وهي الصورة؟ قلعة حلب، أين تقع؟ بغازي عنتاب. هكذا حدثنا عبد البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.